في الحقيقة في داخل سجون الاحتلال الإنسان يفتقر لأبسط المسائل الأساسية الإنسانية التي تشعر بإنسانيته في داخل سجون الاحتلال، يعني كلمسة يد أمه، كقول صباح الخير، كتواصل مع أهله، كتواصل مع ذويه، كيعني الفورة واستنشاق الهواء النظيف، كالمتابعات الطبية اليومية، المعاملة بإنسانية. لذلك الإنسان في داخل سجون الاحتلال يفتقر لأبسط المسائل الإنسانية اللي تؤكد على حقه بالحياة بكرامة. يعني شهدت من خلال الإضراب المستمر والمتواصل في داخل سجون الاحتلال أن هناك قرار مبيت من قبل الحكومة الإسرائيلية بقتل بلال قائد، ليس كأسم بلال قائد بل كقيمة معنوية نضالية موجودة في داخل سجون الاحتلال، وتركيع شعبنا الفلسطيني من خلال إخضاعه لما يسمى بإرادة الاحتلال، يعني وتفريغ يعني شعبنا الفلسطيني من قدرته على مقاومة ومقارعة هذا الاحتلال، إن كان حتى بالطرق السلمية المشرعة على صعيد دولي أو غير السلمية أيضا مشرعة دوليا. لكن الأسير الفلسطيني لا يمتلك سوى إرادته بالنصر وأيضا إيمانه وتمسكه بحتمية يعني هذا النصر. والذي يعني دفع الاحتلال التراجع عن هكذا قرار هو حجم الالتفاف الشعبي والجماهيري لأبناء شعبنا، اللي يعني أبقى يعني قضية الأسرى دائما حية في ضميره. كان لابد من التصدي لمثل هكذا قرار بالارتقاء لمستوى التحدي اللي فرضه الاحتلال علينا من خلال ما يسمى بالإضراب يعني المفتوح عن الطعام. لذلك الإضراب مفتوح عن الطعام شكل يعني منفسنا الأخير ومنفذنا في التصدي لمثل هكذا قرار جائر كان بحقهم حق آلاف الفلسطينيين موجودين في داخل سجون الاحتلال الذين يعانون مثل هكذا قرارات. لا أعتقد أن مؤتمر باريس وغيره من المؤتمرات ممكن أن تقدم لشعبنا الفلسطيني حريته. ودائما يعني كما علمنا التاريخ أن الانتصارات لا تقدم على أطباق من ذهب، بل الانتصارات يعني تجترح من خلال المعانيات معاناتها الشعوب. وشعبنا الفلسطيني قدم الكثير لكن يحتاج إلى الترجمات الحقيقية على صعيد السياسي. ولا أقول لابد من يعني إلقاء الجانب السياسي جانبا، بل الجانب السياسي لابد أن يرتقي ويتماثل مع يعني الصور النضالية الحقيقية المترجمة من خلال المعانيات اليومية لشعبنا الفلسطيني وإنجازاته. من أهم رسالة يعملونها الأسرة هي رسالة لقيادات شعبنا الفلسطيني والذين يدعون من خلالها قيادات شعبنا الفلسطيني للارتقاء لمستوى تضحيات هذا الشعب وإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني بين شطري الوطن. فلا بد على قيادة حماس وقيادة حركة فتح الابتعاد عن التقوقع الداخلي وأيضا الفئوية والمحاصصة والالتفات لتطلعات شعبنا الفلسطيني إن كان بالحرية والاستقلال. لا يمكن لشعبنا الفلسطيني أن يحقق الحرية والاستقلال طالما هناك جزئين من الوطن يتنافسان على يعني مسائل فئوية لا تتعلق بتطلعات وطموحات هذا الشعب الفلسطيني. هذا الشعب الفلسطيني أكبر من فتح وأكبر من حماس وأكبر من الجبهة وأكبر من الجميع. قضية شعبنا الفلسطيني تشكل صمام أساسي وصمام أمان للضمير العالمي. لذلك لابد أن نكون دائما مطالبين العالم بأن يكون ضميره حي مع قضيتنا الفلسطينية، وإن كان تركيا وغيرها من الدول نحن نطالبها دائما بالإبقاء على يعني وجودها في حيز واقعنا الفلسطيني من خلال تأثيرها إن كان السياسي أو الإنساني أو القيمي أو حتى في داخل أروقة الأمم المتحدة. نحن نحتاج لكل دعم يقدم يعني من العالم بشكل عام. والشعب التركي شأنه زي شعوب العالم كلها، هو طواق للحرية وبوصلة النضال موجودة لدى كل الشعوب، شعوب العالم.